جديده منورين بالاستوديو جمهورنا الرائع، وطبعا مشاهدينا عم يتفرجوا علينا على تلفزيون الحياه في كل مكان. بنرجع نتجمع من تاني في ليله من ليالي رمضان الجميله في حلقه جديده من برنامجكم لعبه الحياه دي الأرنودي. الحلقه اللي فاتت كان معانا نرمين سعيد اللي غادرتنا وبينضم لنا مكانها متسابق جديد هو اشرف المنشاوي. اهلا وسهلا فيك يا اشرف، منورنا. على فكره يا جماعه اشرف صديقنا الجديد هو من ألذ حتى في جمهوريه مصر العربيه. حضرتك منين؟ الاقصر. يا سلام، نزقف كتير كتير لبلد الجدعان السمر والاثارات الرائعه. فعلا على فكره نفسي قوي اروح الاقصر واسوان. لازم تيجي لازم. وبقالي كتير بوعد نفسي واقول في العيد الصغير، في العيد الصغير ان شاء الله، في العيد الصغير ده حاجه اكيد. رمضان له طعم تاني في الاقصر. الاقصر جميل طبعا. وبنسلم على حسونه ابن حضرتك. اه تمام. بنتمنى له رمضان كريم ونقول لبابا اشرف كمان رمضان كريم. اهلا وسهلا فيك يا اشرف. يا رب حظ اشرف يكون حلو، وانتم كمان ما تنسوا فيكم تشتركوا ببرنامجنا لو بعتوا لنا رساله صغننه قد كده اهو، او كلمتونا على الارقام اللي ظاهره على شاشه التلفزيون. الكمبيوتر حبيبي وحبيبكم انتم كمان هيختار اليوم المتسابق المحظوظ اللي ممكن يكسب نص مليون جنيه. يا سلام، يعني تخيلوا حد يقعد على الكرسي ده يكون ماينس ناقص نص مليون، بعد ما يسيب الكرسي ده يبقى عنده نص مليون زياده. هنتعرف عليه مع بعض. محمد حمدي، يا سلام. يعني لما بنغني وبنقول اسكندريه اجدع ناس نفتكر على طول محمد حمدي. محمد واد اسكندراني اسمر دمه خفيف، راسه تحفه، جدع ولذيذ واخ ممكن الواحد يعتمد عليه، واكيد في حاجات تانيه كتير حلوه هنتعرف عليه اكتر من خلال تقرير تلج. هقول له اهلا وسهلا فيك يا واد يا اسكندراني على كرسي لعبه الحياه. محمد حمدي 25 سنه، بيشتغل مندوب اعلانات في احدى الجرايد المصريه. محمد بيحب البحر وبيعتبر صيد السمك هوايته المفضله، ده غير انه كمان بيجمع عملات قديمه. محمد عايز يسافر بلاد كتير، وهو بيعتبر عيلته اقرب الناس ليه، وهو نفسه يكسب النهارده عشان يشتري شقه وعربيه. اهلا وسهلا بمحمد بلعبه الحياه. اهلا وسهلا محمد. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا محمد، ورمضان كريم. الله اكرم عليك يا رزان وعلى الناس كلها، كل سنه وانتم طيبين. محمد انت من سموحه؟ انا من سموحه من اسكندريه، بس انا عايش وشغال هنا في القاهره. يمكن كانت دراستي الاول هنا في القاهره، بقالي 8 سنين عايش وشغال في القاهره، معظم الوقت عايش لوحدي. انت اعزب؟ اعزب. ما اتخطبتش وما اتجوزتش؟ الحمد لله بصحه، لسه بعقلي. يا رب تلاقي بنت الحلال. ربنا يكرمك. بس قبل عايز تجيب فيلا شقه وعربيه ان شاء الله. بس انا فولت عليك فيلا وعربيه. اسمع بقى ربنا، في نص مليون يا نص مليون النهارده. طب انت عايز كام في الليله دي؟ شقه وعربيه، يعني حاجه كده لطيفه في الخفيف يبقى بكام؟ حاجه كده لطيفه. ما هو انتوا ما عندكوش غير نص مليون بقى، فيلا بقى. انت بدك اكتر. يلا بقى نص مليون. يا رب نجيب النص مليون يا محمد. يا رب ربنا يكرم. حصل معاك موقف في المستشفى، كنت رايح زي كل الناس طبعا بعد الشر، ربنا يعني يشفي كل الناس طبعا. لا أنا رايح تزور صاحبك. صاحبك هو العيان. هو كان واحد صاحبي كان عيان، فبقاله كام يوم كده وانا ما روحتش يعني. فيجي يوم الجمعه بيبقى الزياره بدري شويه، فانا قلت اروح اقضي معاه اليوم وكده. رحت فضلت قاعد اتكلم وهزر وبتاع. المهم انا تعبت، وهو نزل مع صحابه المرضى بيتفرجوا على ماتش تقريبا حاجه كده. السرير فاضي بقى، فانا اغراني يعني، فدخلت نمت حوالي 5 ساعات 6 ساعات حاجه كده، لغايه ما الدكتور بقى جاي بقى هيديله بقى الحقنه ميعاد العلاج حاجه كده. فبيقومني، انت مش انت على فكره. قلت له اه انا مش انا، هو تحت. بس نزلنا جبناه خد الحقنه وشويه ورحت ماشي. طب كويس ان هو عارف ان انت مش انت. كويس، كان هيديها لي. كانت تبقى مصيبه. بس ده الموقف اللي حصل في حياتك. ده الموقف اللي حصل لي. طب ربنا ما يجيبش عيا ولا مستشفيات ولا دكاتره، برغم ان احنا بنحب الدكاتره. يا رب. احنا النهارده عايزين نلعب على نص مليون جنيه، يا رب يكون من نصيبك يا محمد عشان انت تفرح وبرده احد الاشخاص اللي بيكلمونا يفرحوا ان شاء الله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا الجوله الاولى. ست تعالى بتفضل وحاس سعيد. ميرسي يا رزان.
هبتدي برقم 12 ادهم حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الوش كده في الوش كده على طول. بص يا محمد، انت من اكتر الناس اللي كانت يعني مساعداني على ال هساعدك برضو متقلقش من هنا بقى خلاص دلوقتي. افتح لي قلبه صغيره وما تقلقش من حاجه ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو حلو زي الفل. شيل بقى العلبه دي بسرعه. نقوم نتحرك شويه عشان الناس دي شكلها ظريف. نهدم الفطار. 18 ساره. محمد يا رب احلى علبه في الدنيا ان شاء الله يا ساره. هيا شويه معايا. ايوه يا محمد ايوه. يا رب شوفك على الطرق والسجن فرحك يا محمد. يا رب يا رب. مامتك بتقول لك كده اكيد صح؟ بتقول انت ما عيطتش على حد من اهلك؟ لا ما عيطتش على حد. انت نسيتي رمضان بقى. كريم على ماما وبابا ويلا. انا عايز اقول بس قبل ما اقول رمضان كريم على بابا وماما، هم اصلا ما يعرفوش ان انا هنا. ازاي بقى؟ يعني انا باجي كل يوم بنزل من البيت، هو طبعا كده كده انا اصلا قاعد لوحدي، فهم ما عندهمش فكره اصلا ان انا جاي البرنامج وان انا شغال وان انا كل يوم في التلفزيون وكده. اه بس عندهم تلفزيون الحياه. عندهم تلفزيون حياه. اه تمام. هو اسلام بس هو اللي يعرف. اسلام اخويا هو اللي يعرف ان انا جاي. انا عارفه البروجرام. اسلام رغاي واكيد قال لهم. لا ما قالش حاجه. اسكت. والله ما قال حاجه. انت تعرفيه منين؟ طب يلا حلو الفيديو. عايزين ما بدك تقول له رمضان كريم لاسلام وماما وبابا وايه؟ بقول رمضان كريم لبابا وماما واسلام، وبقول رمضان كريم لحماده ومها واولاد خالتي وناني خالتي وجوزها دكتور سيد. وبالنسبه بقى يعني بمناسبه ان رزان قاعده قدامي ورزان لبنانيه، فانا ببعت سلامي لصديقتي الجميله جدا سيلينا في لبنان، وتحيه كبيره جدا للبنان. شكرا. وهي شكرا. العلبه الثالثه يلا بينا. برنامج الاهداءات. 16 استاذ مجدي اتكل على الله. جود لك يا محمد. ميرسي. برافو. لسه الاغاني ممكنه سبعتاشر حسن. ربنا يوفقك يا محمد، وان شاء الله يعني تعرف تجيب العربيه وتعرف تجيب الشقه والعروسه بعد كده ان شاء الله. ميرسي يا حبيبي. زي الفل الحمد كويس. لله حلو. اربع علب والاربع لذيذين. عايزين بقى نسمع الاغاني الجميله كده ونكمل سهرتنا الحلوه. عندك علبتين بعد محمد. سته محمد. محمد جود لك يا محمد. ميرسي يا حبيبي. مش جاي لها انا مش جاي ل 100,000. انا بقول نص مليون. ما فيش اي مشكله. اخر علبه بالجوله محمد. تلتاشر احمد. وريني بقى وريني يا رب. شوف هتعمل ايه ان شاء الله. برافو. ايوه يا حمودي ايوه. انا اطمنت عليك بتعرف تغسل. هتلاقي العروسه النهارده. وفر على نفسك غساله اوتوماتيك. لازم الراجل يساعد الست. امال انا جاي اخد نص مليون ليه؟ ما برضه هنجيب غساله. اه هنجيب غساله وبوتاجاز ومروحه. مساء الخير رمضان كريم عليك. قال هيشوف اكيد مركز. عن نص أرنب.
محمد انت بتحب تجمع العملات القديمه. العملات اللي هي المعدن مش الورق. اوكي. شفت فئات قرش وعشر قروش. فئات قرش وعشر قروش، ما انا بعرف، صرت بفهم عليه هو بيرمي على ايه بقى. بقرا كويس انا. قديم ولا جديد؟ عرضك في اول جوله مقابل عربيتك رقم 3 يا استاذ محمد من اسكندريه 4750 جنيه مصري بتوع النهارده، يعني بتوع النهارده بتوع الايام دي. لسه بدري قوي، في ارقام كتير. عندنا نص مليون، عندنا ربع مليون. ديل اور نو ديل؟ نو ديل. جمهور العزيز، رح نتوقف مع البريك وبعده هنكمل لعبة الحياة، كونوا معنا.